في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده مشهور جدا في الشركة انه ايه، غندور، غندور به المتغندر، مدمن الرشاقة والأناقة والوسامة. والغريب بقى ان ده الشخص الوحيد اللي انا بعرفه مهتم جدا بعمليات التجميل. والله عمليات التجميل ما تستغربوش، الاخ بيهتم بكل عمليات شفط الدهون والتخسيس واخفاء التجاعيد وزرع الشعر وإزالة الكرش. الكرش مزعج جدا جدا يا عمرو، ده مش بس منظر وحش والعياذ بالله، لا 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 لا، ده بيجيب المرض يا اخويا، سمنه وكوليسترول وضغط وسكر، ولا حتى بعرف اطلع سلالم بيتنا في الدور الثاني. ثم انت معترض ليه على الرشاقه؟ ان الله جميل ويحب الجمال يا اخي، واذا كان معاك قرش اتخلص من الكرش. يروحك حلو حلو صح، حلو مش كده؟ وبيقولوا برضو يا سي زيزو اللي معاه قرش محيره يجيب بيه حمام وايه ويطيره. ومش معقول يعني كل شهرين ثلاثة تروح لجراح تجميل عشان يعمل لك حزام معدة ولا تصغير معدة ولا تكميم معدة ولا بالونة في المعدة، وكل ده عشان شكل كرش سيادتك مضايقك. ما تبطل يا اخويا المم والهم، اقفل بقك شوية وبطل رمرامة واكل شوارع، ساعتها الكرش هيروح من نفسه. مش كل شوية نسأل عليك في الشركة عبد عزيز غايب ليه، يقولوا في عيادة في الشرابية بيعمل شفط دهون، والاسبوع اللي بعده نسأل يقولوا ده زيزو راح يزرع شعر في صلعته. شفت دهون وزرع شعر وإزالة الكرش مرتين في السنة، والله عيب عليك يا زيزو، ما يصحش تعمل كده وانت في السن ده. أولا سن ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ ده أنا في شرخ الشباب زي ما بيقولوا يا سي عمرو. ثم عيادة التجميل اللي في الشرابية دي، أنا كل عملياتي ودهوني بعملها في بيروت. في بيروت مش في الشرابية. ماشي يا عم غندور ومتغندر، الشرابية ولا بيروت اهو كله تضيع وقت وفلوس. وبعدين يا سيدي تشيل الكرش قلنا ماشي، انما ايه بقى حكاية التجاعيد دي تشيلها ليه؟ ده كل سن وليه وقاره يا راجل، يا شايب يا عايب يا بتاع بيروت. تجاعيد يا عم عمرو، تجاعيد ايه؟ حيلك حيلك، يا الاشاعات وصلت لحد كده كمان؟ يا ناس يا ناس يا شر كفاية قر بقى. يا سيدي كانت عملية كيس دهن صغيرة كده في الرقبة، الدكتور قال لي شيل اللغد بالمرة. اللغد بصراحة كان مضايقني في الصور اللي بحطها على الفيسبوك، فقلت شيل ايه في ايه، واحد شايل دقن وزيدي، انت مالك؟ ناس حشرية صحيح، اعوذ بالله. فعلا ناس حشرية وبتتدخل في اللي ملهاش فيه، بس الناس دي بتستغرب لما كل شوية تيجي تطلب سلفة يا عبد عزيز من الشركة عشان تدفع قسط مدارس ولادك. الناس بتستغرب لما يكون بيتك وعيالك محتاجين الفلوس وانت عمال تبرم وتصرف اللي وراك واللي قدامك على حاجات غير ضرورية، بترضي بيها غرور سيادتك وبتصرفها لمؤاخذة على كرشك وصلعتك. عيب يا عبد عزيز، عيب يا اخويا، عيب. ده اللي يعوز البيت يحرم على الجامع يا زيزو، فما بالك انت بقى بعمليات التجميل وبيروت. بيروت يا راجل. خلاص بقى يا عمرو ما تسيحليش بقى يا اخي، انت كده هتجرصني وتفرج على الشركة. وعشان ايه يعني؟ الله، عشان حتة كرش ولغد لا راح ولا جه. خلاص بقى بص، انا قررت اعمل دايت وهعمل اشتراك في الجيم، وانا عرفت حتة جيم جديد بقى في قتل عني ايه، هيخلصوك من كرشك في اسبوع، اسبوع واحد والله العظيم اسبوع، وتقول وداعا ايوه الكرش. ايه رأيك اعملك اشتراك معايا؟ لا يا سيدي مش عايز اشترك، انا كده كويس حد الله بيني وبينك يا زيزو يا غندور. عاوز تجرجرني معاك مرة جيم ومرة مساج ومرة حمام طين مطين بستين نيلة، دي قصة طويلة ما بتنتهيش يا زيزو، ومعظمها موضة وفشخرة كدابة. وانت لو بتشتكي من حاجة روح لدكتور يا عم، روح اعمل علاج طبيعي، روح لخبير تغذية يقولك تاكل ايه وكرشك اللي قدامك ده تخلص منه ازاي، مش كل شوية شفط وكل شوية حزام وبلونة في المعدة. حرام عليك يا راجل، ومش حرام وبس، ده عيب عليك في السن ده، يطلع منك كل ده. تعمل ايه يا زيزو كل ده تاني؟ تاني بتقول لي السن تاني يا عم؟ انا برضو خايف يا اخويا، العمر بيجري والشباب بيروح، خايف اعجز بدري عموره
دي الشيبة عيبة يا أخي. الكلام ده غلط وستين غلط كمان يا عب عزيز. ده كل سن ودي جماله يا راجل، ليه قيمته وقاره. انت ايه عاوز الناس تقول زيزو كبر وتجنن ولا ايه؟ بذمتكم ده تقولوله ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتولي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.